كن معي لآخر هالفيديو لتشوفوا شو بيشتغل هودي الصبايا. فيديو اليوم رح نحكي عن أكثر طرق احتيال ممكن تتعرض لها بجورجيا، أطيب مطاعم ممكن تروح عليها، أفضل شوارع تسكن فيها، قد ايه سعر الصرف، قد ايه سعر التكاسي، شو أفضل شركة سياحية ممكن تاخذها لتبرم جورجيا، وقد ايه أسعارهم، وبشكل عام قد ايه ممكن تصرف لو جيت على قلب جورجيا. بجورجيا أول ما توصلوا على المطار، أول ما تطلعوا من البوابة بدكم تصرفوا مصاري، رح تلاقوا محلين سعر الصرف تبعهم 3.02، وهذا سعر كمان احتيال لطش. تقدروا سعر الصرف اللي تاخدوه 3.16-3.15، إن كان وراي إذا بتحاولوا تركزوا بعتقد 3.15. فانتبهوا ما تنغدر بهالموضوع. بدك على المطار تشتري سيم كارد لألك، انتبه لأنه لما يعرضوا عليك جيجا بايتس مثلاً 10 واسمس واتصالات، الاتصال بيكون لنفس الشركة، فقبل ما تشتري اسألهم وتأكدوا منهم. أحلى ما تاكل الضرب مثل ما محسوبكم أكلها. هلأ إذا بدي أحكي عن أفضل محل ممكن تسكن فيه بقلب جورجيا، هو أول تبليسي اللي أنا موجود فيها هون. الحلو بهذا المحل انه كل المناطق السياحيه كتير قريبه منك، يعني على هذيك الميله هلا رح نروح رح تشوفوا البريدج اوف بيس، حدو رح تلاقي سايوني تشيرش، لهون رح تلاقي ماذر اوف جورجيا، فكل المناطق السياحيه اللي انت بعازه تشوفها بقلب جورجيا موجودين بهون بهالمنطقه. لانه اذا سكنت بعيد رح تقضيها تاكسي رايح تاكسي جاي، ورح يزيد سعر الصرف عليك، رح تستهلك كتير وقت بالعجقه. لو بدكم تعرفوا تفاصيل اكثر عن افضل محلات بتقدروا تزوروها بجورجيا، عملت فيديو كامل عن كل نقطه زرتها انا لما جيت على جورجيا واجملهم بعد بحث كامل، يعني رح احط اللينك تبعه هون او هون، فاطلعوا احضروه. اهم شيء لما تروحوا على اي بلد بالعالم وقفوا تستاجروا اوتيلات، فيكم تستاجروا على اير بي ام بي ابلكيشن، رح اترك الريفرنس تبعها تحت. غرفة بالحجم اللي بدك اياه بالسعر اللي بدك اياه، مش غرفة، بتاخد ابارتمنت شقة كاملة وبسعر اسعار اقل بكتير من الاوتيلات، فكتير رح توفروا وكتير رح تنبسطوا، بيكون مع براندا اللي بدك اياه، مسبح حد البحر، كتير اعتمدوا على اير بي ام بي، عن جد كتير اهم وكتير اجمل. هلا اذا بحكي عن التكاسي، اهم شيء ما تاخدوا تاكسي عن الشارع بحياتكم غير اذا كنتوا عن جد مضطرين. اللي فيكم تعملوه نزلوا ابلكيشن اسمه ياندكس او بولت، نزلوا وحده من هول ابلكيشنز، من وين ما بدكم لوين ما بدكم بكلفكم الموضوع شيء 5 لاري 10 لاري. الكتريك سكوترز بتبليسي شايفين انه هو وراي، بتفتح على الابلكيشن بتحط الكريدت كارد بتفتح سمكه بصوره من تليفونك، كتير حلوة كتير رخيصة. استعملت كذا وحدة منهم، لحط لكم بكعب الفيديو أيها أفضل وحدة I recommend، وحطها بكعب الديسكريبشن لتنزلوا الابليكيشن إذا جيتوا هون تستعملوها. هلا من الشغلات اللي كتير رح تشوفوها هون بجورجيا، أنتوا قاطعين بأول تبليس أو أي محل تاني رح تلاقوا شباب صبايا كبار رح يحاولوا يعطوكم تورز لتروحوا معهم على المناطق اللي هي برا تبليس، مثل كازباكي، كاخيتي، باتومي وغيرها. تفادوا الناس اللي بتكون ما عم تشتغل مع شركات سياحية لأنه كتير خطر، مش كتير خطر لأنه رح يلتشوكم بالسعر. يعني هلأ الشركة اللي أنا واقف وراها مثلا طول الرحلة ضليتني روح معهم، بشكل عام مثلا لتروح بجروب تور بيجيبوا ميني باص بروح فيه 13 شخص مثلا، هذا جروب تور. إذا كنت جاي لحالك أو عبالكم تتعرفوا على زيادة نعلم كتير اللي بتروح مع هوب تورز، الرحلة بشكل عام على كازباكي بتكلف يكون مثلاً 55 لاري، 50-55 بهالرينج، يعني ما تدفعوا أكثر من هيك. هلأ إذا بدكم تروحوا برايفت تور كنتوا جروب مع بعضكم رفقة ما بدكم تروحوا مع حدا تاني، بترتاحوا أكثر بالوقت، فبتاخدوا شركة سياحية من هودي بيعملوا برايفت تورز، تدفعوا تقريباً على سيارة أو ميني فان حوالي 300 لاري. أنا رح أترك تحت بالدسكريبشن الشركة اللي أنا رحت معها، قالوا لي إنه بنقدر نعطي ديسكاونت للناس اللي بتجي عن طريقك، ففيكم تاخذوا تقريبا 10-15% ديسكاونت ان كان للبرايفت وان كان للجروب تورز، فحكوهم تحت واتكلوا على الله. ليش لهلا ما عملت سبسكرايب؟ بدي ثاني معك الشغله ليوصلك كل جديد بنزله.
السياحة بجورجيا بتزيد كل سنة 30%. زيادة السياحة بتعني زيادة الأفخاخ للسياح، زيادة الاحتيال. كتير انتبهوا من هالموضوع، لو عجبكم أي شيء ما تحاولوا تناقشوا الجورجية بالسعر، ما بيحبوا هالشغلة. إذا ما عجبكم شيء قولوا له it's expensive thank you ومشوا. ثلاث أرباع الجورجية أو العالم اللي بتشتغل هون رح يحاولوا يلحقوكم ليعطوكم سعر أحلى، أو طلبوا من السواق أو الجايد تبعكم قبل، إذا عجبكم شيء هو يروح هو يناقشهم، أكيد أكيد رح يجيب لكم سعر بومبا. تذكروا الصبايا اللي شفناهم بأول الفيديو؟ هلأ رح تعرفوا قصتهم. رح أحكي أكثر عن مطعم الوراي اللي اسمه بامبو، اللي بيعملوه إنه بينزلوا بنات على الشارع مثل ما شايفين، ما بعرف إذا مبينين عم يمرقوا وراي، وبيخلوهم يبرموا بالمدينة ليجيبوا شباب على المطعم يخورفوهم بالعربي، يدفعوهم مصاري حق الأكل اللي بيجوا بيطلبوا كتير من المطعم، ومن بعد بيخورفوهم بيخلوهم يدفعوا كتير، وبيجيبوا الشرطة والسيكيورتي وبيصيروا بيعملوا المشاكل. كتير انتبهوا من هالموضوع هون. وقاعد أنا وآن وعم نجرب نلقطهم لهودي البنات اللي عم بيحاولوا يجيبوا يخوفوا الشباب. ضلينا أنا وآن ناطرين لأكثر من ساعتين لأخيراً التقينا بثلاثة من هودي الصبايا اخدين ثلاث شباب على المطعم، وقبل ما يروحوا ضحية هالاحتيال أنقذناهم. So, الشيء اللي كتير بتشوفوه كمان بالتبديسي هو الكلاب، وين ما كانوا في عندهم هيدي الشيء على دينتهم، هذا بيعني انه الدولة طعمتهم vaccinated وهي بتهتم فيهم بشكل عام. هلا الاكل ما بعرف اذا بيطعموهم، بس اكيد السواح والناس كتير بيطعموهم والمطاعم وهيك. شارع ركلتو هو أكثر شارع مشهور هون بتبليسي للأكل، المطاعم أسعارها معقولة، قعدتها كتير حلوة، وعندهم أرجل كتير طيبة. هلأ بشكل عام بالمطاعم بتبليسي من طرق الاحتيال بيحاولوا يعملوها، بتفوت على مطعم تكتشف أسعاره جدا 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 عالية، فنصيحة قبل ما تفوت على أي مطعم طلب تشوف المنيو، شوف أسعار كل الأكل قبل ما تفوت وتاكل الضرب مثل ما ناس بعرفهم أكلوا. This is my brother. إنجليزيته شوي مطقطقة، بس بيعمل the best fruit shisha in all Tbilisi. كل يوم أنا عنده مسنتر هون. الفاتورة بهذا المطعم بريغو اللي دايماً عم بقعد فيه طلعت 81. نفس الأكل تقريباً طلبته هونيك في المطعم الغالي طلع 165. يعني رسمياً دوبل السعر. كمان حد الساحة هون بتلاقوا عائلة تبليسي في محل، بتلاقوا هيدا الشارع اللي فيه النايت كلابس، وهلا رح ننزل لتحت رح تشوفوا قد ايه الغلط. هذا الشارع اللي وراي مثلا رح تلاقوا السعر الأرجيلي مثلا 70-80 لاري، سعر وجبة الأكل 40-50 لاري، كلها أسعار بالفضا بس لأنهم أقرب بدقيقة عن باقي المطاعم اللي جوا بالسنتر. هلا ممكن تكون الأجارات غالية، بليز انتبهوا من شغلي، كتير بيحاولوا يحطوا بنات حلوة على البوابات ليشدون، إذا كنتوا شباب مثلاً أو كذا يشدوكم على قلب المطعم، تتفاجئوا بالمنيو. أكثر مطعم حبيته هون بجورجيا اسمه مافشاليا. إلزا حاجة كبيرة بالعمر هي صاحبة المطعم، وتعاملهم أجمل تعامل لقيته بقلب جورجيا، وأكلهم كتير 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 رخيص وأكل بيت يعني. فما تعجوها تروحوا على مطاعم هاي كلاس وهيك، عن جد طوى على هون كتير بتنبسطوا، والسيرفيس والسريعة ورخيصة رائع. إذا ضرب الجوع في اثنين أبليكيشنز، واحدة اسمها وولت واحدة جلوفو، لحترك الشوي تحت بالدسكريبشن إذا بدكم تطلبوا منه. ضليتني 7 أيام بجورجيا اشتري مي من المحلات، طلعت المي تبع الحنفية بتنشرب عنده،
فما تغلط نفس غلطي. للشباب اللي بتحب تروح على حفلات بكلبات بتبليسي، أهم شيء رول جوجل ريفيوز عن هذه المحلات وخاصة السيئة منها، لأنه كتير ناس بهول الكلبات ممكن كان أكلت ضرب بالأسعار وباقي القصص، فانتبهوا كتير من هالموضوع.